ومن المسائل المهمة التي يجب أن تذكر ويذكر بها أن البخاري رحمه الله في صحيحه بوب فقال: باب من كره تكثير سواد الفتن والظلم. السواد هنا الأشخاص كما قال ابن حجر رحمه الله، قال: باب من كره، يعني من العلماء، والكراهة تكون عند السلف بمعنى التحريم. قال: باب من كره تكثير سواد، يعني أشخاص وعدد أهل الفتن وأهل الظلم. ثم ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أناسا من المسلمين يكثرون، فقط من حيث الصورة فقط، يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلربما يصيب أحدهم السهم فيقتله. فأنزل الله عز وجل الآية التي في سورة النساء، انظر. ولذلك بعض الناس وحتى في صفحات التواصل في تويتر أو في الفيسبوك أو في اليوتيوب أو في أي وسيلة من الوسائل، إذا به يتابع من يعرف أنه من أهل الأهواء. لما؟ قال: تكثير سواد. تكثير سواد، سبحان الله، مع أنه لو نظر إلى هذا الشخص أو إلى هؤلاء الأشخاص إذا بهم لا يتابعون من لديه العلم المتين المعروف بحرصه على العلم الشرعي. لما؟ هذا هوى من هذا الرجل، واحذر من هذا الأمر. بعض الناس يقول: تكثير سواد، اتق الله عز وجل، لا تكثر سواد أهل الأهواء ولا من في قلبه هوى ممن عرف. والدليل قال ابن حجر رحمه الله، قال: ولذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، يعني من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضي بعمل قوم فقد شاركهم. قال ابن حجر رحمه الله: وله شاهد من قول أبي ذر في الزهد عند ابن المبارك موقوفا.